هلا أحمد، تقول ما حكم لبس الزمام والحجل؟ ما في حرج إن شاء الله في أن تتزين المرأة لزوجها كل ما تستطيع. الزمام هو ما يلبس في الأنف، والحجل ما يكون في ما يتزين به في الكعبين، وكل هذا لا حرج فيه، لكن الممنوع هو الضرب بالأرجل إظهارا لتلك الزينة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. معتز عبد الفتاح يقول: هل صحيح مجلس الإفتاء أجاز الربح في السلعة بأكثر من ضعف ثمنها؟ ما أدري والله إن كان أجاز أو لم يجز، لكن الذي أعلمه بأن الشريعة لم تحدد للربح سقفا، وإنما الأمر راجع إلى التراضي بين المتبايعين. ويدل على ذلك بأن عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه اشترى شاة بدينار ثم باعها بدينارين، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في صفقة يمينه. فهذا أمر واسع.